السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه الشرشاجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشيني والله. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم. النهارده احنا هنتكلم بكل بساطه جدا ان اغلبيه البني ادمين او اغلبيه الناس اللي لابسين ساعات ما بيبقوش عارفين يظبطوا الا الساعه فقط، اللي هي العقارب فقط. اما التاريخ فدي بتبقى معضله بالنسبه لهم، ممكن يدوها لساعتي عشان يظبط لهم التاريخ. فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المشكله البسيطه دي، مشكله فعلا بسيطه جدا. هنتكلم ازاي تظبط تاريخ الساعات الكوارتز او الاوتوماتيك طبعا. فان شاء الله تابعوني في الفيديو ده، واتمنى طبعا حضرتكم يا ريت عشان 80% من الاحصائيات اللي بتجيلي على اليوتيوب ان اغلبيه المشاهدين اللي بيتفرجوا على الفيديوهات ما بيعملوش لايك ولا اشتراك في القناه. فاتمنى حضرتكم بس كدعم ليا، لو بعد اذنكم حضرتكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه لو حضرتك مش مشترك، وان شاء الله هتستفيد طبعا. يعني انا مش بقول لك اشترك كده وخلاص، لا، ان شاء الله تستفيد وان شاء الله حاجه هتفيدك. احنا بنتكلم عن التخسيس، عن بناء العضلات، عن منوعات كتير قوي، حاجات متنوعه كتير قوي، زائد كمان الساعات دي هوايتي المفضله جدا، وانا حبيت ان انا اتكلم عليها قصادكم، وحبيت طبعا ان خبرتي البسيطه جدا لحضراتكم. فاتمنى بس حضرتك ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناه. شكرا جدا ليكم، ونبتدي ندخل في الحلقه ان شاء الله. بص، التاريخ كذا حاجه. بص، التاريخ هنا بيبقى فيه، التاريخ بيبقى عند رقم 6، وفي بيبقى عند رقم 4، وفي بيبقى عند رقم 3، وفي بيبقى عند رقم 2، وفي كذا مكان. تمام، التواريخ اماكنها ساعات بتتغير كتير، ساعات بتبقى عند رقم 12، ساعات بتبقى عند رقم 6، ساعات بتبقى عند رقم 9. انا جبت لكم اغلبيه الساعات اللي بتبقى فيها التواريخ متنقله، او التاريخ عند رقم 6 وعند رقم 4 وعند رقم 3. تمام، ناخد واحده واحده بعزنكم، بس انا هنقل دولت كده، يعني هنقل الـ يعني دولت كده هبعدهم شويه ونبتدي دي. تمام، دي ساعه برنارد اتش ماير. تمام، برنارد اتش ماير اسمها كرونوماكس. تمام، الكرونوماكس دي انا اقول لكم التاريخ بتعمل ازاي. اغلبيه الناس اللي بتفك ساعات او بتظبط الساعه، ثواني بس نبعد بس الفلاش ده شويه. اغلبيه الناس اللي بتظبط الساعه بتشيل الكراون ده، الكراون اللي هو ده، تشيله كده لبره خالص اهو، وتقعد ايه تظبط الساعه يمين شمال رايح جاي وهكذا. تمام، فدي بتبقى فيها مشكله ان هم بيظبطوها ساعات، بيظبطوا التاريخ بالغصب كده او بالغلط، فتلاقي التاريخ جري منهم قوي فما بيعرفوش يظبطوها. تمام، ثانيا كمان يا جماعه في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن ازاي تظبط التاريخ وتخليه متزامن مع اليوم، متزامن مع اليوم اللي هو ايه، بعد الساعه 12 تنقل التاريخ ويبقى ايه يعني في اليوم اللي احنا بنبتدي فيه وهكذا. تمام، اولا نبتدي على ظبط التاريخ. ظبط التاريخ دي هنظبطها ازاي؟ انت حضرتك الكراون ده فيه ليه تكتين. تمام، ليه بيبقى تكتين؟ تك اهي ادي اول واحده اهو، طلع بره شويه اهو بره اهو شويه، وفي تكه ثانيه اللي احنا هنطلعها بره كمان اهي اهو، طلع بره قوي اهو كمان. تمام، اهي التكه الاخيره دي، الاخيره دي اللي هي بتحرك العقرب. تمام، التكه اللي قبليها اهي، ننزل واحده كده بسيطه، اللي هي دي مخرجه الكراون، دي بتاعت التاريخ. تمام، ندخلها تاني كده. طيب، يبقى هنفك واحده تكه اهي، ادي اول واحده اهي دي اول واحده، وبعد كده تاني واحده اهي خرج بره خالص. حتى لما بخرج البتاع دي بره خالص، عقرب الثواني بيقف عشان بظبط العقارب، فلما اجي ادخل كده العقارب، عقرب الثواني يبتدي يشتغل اهو، ابتدى يشتغل. تمام، فاحنا عشان نظبط التاريخ النهارده النهارده 2. تمام، فهنروح مطلعينه كده لحظه كده بسيطه لبره كده، طلعناه عشان نظبط ايه التاريخ. لو عملنا التاريخ كده، بص ركز كده ركز كده عند رقم 6 3 4 5، تعملها كده 6 7 8 9 10 وهكذا. تمام، طيب، ونروح مدخلينه كده كده، التاريخ اتظبط. تمام كده، نيجي عند التاريخ اللي هو عند رقم 4. دي ساعة، سوري، دي ساعة لونجين هايدرو كونكوست، دي غطس وساعة محترمة جدا. التاريخ عندها عند رقم 4. عشان نظبطها نظبطه ازاي؟ هنروح فكين دي كده، عشان دي غطس فبتبقى الكراون بتاعها بيبقى مقفول كبس كده، بيبقى عامل زي السكرو، عامل زي المفك، علشان بيتفك ويتركب علشان ما يدخلوش ميه. فهنفك ده كده اهو، ركزوا كده الكراون اهو ابتدى يتفك، ابتدى في فراغات ابتدت تظهر اهي كده، خرج اهو بره خالص. تمام، ففي تكه اهي، دي كده بقت لايه؟ التكه دي بقت للتاريخ. فنيجي نعمل كده اهو،
هنا التاريخ هنا في اللونجين هايدرو كونكست ما بيتغيرش عن طريق الترس بتاع التاريخ، لا ده بيتغير عن طريق ترس ده بيتحرك، العقرب الساعات ده هو اللي بيتحرك، عقرب الساعات ده هو اللي بيتحرك. فبص لما اجي احرك عقرب الساعات، بص اهو بقت رقم 3 وهكذا. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه بقت 7. فاهميني؟ في ساعات كده، في لونجين، في فيكتريونكس، حاجات كده كتير، وسيتيزن وهكذا فيهم الحركه دي. فبتبقى الحركه بتبقى عن طريق عقرب الساعات، فبتلف عقرب الساعات ال 24 ساعه التاريخ بيلف. دخله كده تاني، نروح عاملين ايه؟ نقفله او نخليه كده، ممكن نحتاجه تاني. تمام اهي، خليها تاني. دي كان عند رقم 4. نيجي بقى عند سيتيزن النايت هوك، دي نفسي اعمل لكم فيديو عليها، وان شاء الله هيتعمل فيديو عليها باذن الله. السيتيزن النايت هوك التاريخ عند رقم 4، فهنفك دي كده كمان عشان دي برضو اهي اتفكت اهي، وهنخرجها تخريجه بسيطه جدا. تمام، ونيجي نعمل كده. دي علشان ثواني كده اهي، خليها بس عند رقم 7 تاني. طيب اهو دي عشان طبعا فيها الحركتين، فيها اللي هي نظبطها عن طريق الساعات ونظبطها عن طريق التاريخ. بص التاريخ بقى لما اجي اعمله نعكسها بس كده اهي اهو. بص التاريخ اهو 6 7 8 9 و10. تمام كده، انا قلت لكم ازاي تظبط التاريخ. ازاي بقى نظبط التاريخ مع تزامن اليوم؟ ازاي نخليه التاريخ يبقى لما الساعة تيجي 12 تقفل اليوم اللي بعديه يبتدي على طول؟ بص بقى، هنروح على نشيل دي سيزن ونرجع لها تاني. هنروح على الاتش ماير دي. تمام، الاتش ماير دي انا دلوقتي حاليا وانا قاعد معاكم بكلمكم حالا دلوقتي، الله اعلم الفيديو ده هيتعرض على الساعة 8:30 او 9، فانا دلوقتي بكلمكم الساعة دلوقتي 7:10. تمام، فانا دلوقتي الساعة 7:10 بالليل، فانا دلوقتي عايز بعد ما الساعه تيجي 12 الـ التاريخ اليوم الجديد يبتدي. يعني الساعه دلوقتي النهارده يوم 14، انا عايز بعد ما العقارب دي تلف بعد الساعه 12 يبقى التاريخ يبتدي يبقى 15. هقول لك دلوقتي هنعمل ايه. بص النهارده يوم 14، انت ظبطته على اليوم اللي قبليه بالظبط. هنروح فكين العقارب دي كده، فكين الحركتين نخرجهم بره خالص، ونظبط العقارب نخليها نشوفها كده لما نروح على الساعه 12 هيحصل ايه. بص كده انا دلوقتي ماشي معاك واحده واحده اهو اهي. بص لو تلاحظوا، بص كده على رقم 14. بص لما اجي كده اعدي بعد الساعه 11:30، بص اللي هيحصل. بصوا رقم 14 بتبتدي ايه؟ تتهز، بتبتدي تيجي يمين شويه. تمام، فكده ببقى عارف ان العقرب لما اجي هيلف بعد الساعه 12 هيجي يوم 15. فارجع تاني بقى ايه، فارجع لليوم بتاعي. الساعة كام؟ الساعة دلوقتي 7:15 أهو 7:14 دقيقة أهي. فكده ببقى عارف إن أول ما تيجي العقارب تعدي على اليوم ال 14 على الساعة 12، يوم ال 14 دي هتبقى 15 وهكذا. تمام؟ نيجي بقى على اللونجين الهايدرو كونكوست أهي، اللونجين احنا كنت مخرجها اهي. تمام، تعالى كده نشوف كده لما اجي الف عقرب الساعات ايه اللي هيحصل. اهي انا عمال واحده واحده وتاتا تاتا، خدت بالكم؟ ما حصلش حاجه. يبقى احنا كده ايه، يبقى دي كده في نص اليوم، يبقى لازم نلف لفه كامله كمان عشان نشوف التاريخ هيلف ولا لا. بص اهي، بصوا بقى لما نيجي نروح مثلا نقول على 11:30 كده ولا حاجه. بص ركز بقى كده، ركز على التاريخ كده ايه اللي هيحصل. بص رقم 3 ايه اللي حصل لها، ابتدت تتزحزح كانت في النص اهي. بص ركز لما اجي امشي بالشكل البطيء، بصوا اول ما الساعه 11 ابتدت ايه تنزل وهكذا كده التاريخ ايه ابتدى ينزل. فاحنا نروح ظابطينها على الساعه كام، نظبطها كده على الساعه 7:15 بس. الساعه 7:15 اهي، بس كده. هو ده، دي الفكره، ان انت تظبطها نلفها لفه ونشوف التاريخ هل هيتزحزح شويه. لو هيتزحزح خلاص يبقى انت كده تمام، لو ما اتزحزحش او ما اتحركش من مكانه تروح لففها لفه كمان وتيجي على الساعه 11:30 كده او 12 تروح ايه ظابطها.
تمام كده. انا كده انا كده وريتكم ازاي تظبط التاريخ. في بقى مشكله صعبه قوي الناس بتقابلها ودي بتبوظ تروس. احذر احذر احذر، اياك تعمل الحركه اللي انا هعملها دلوقتي، اياك تعمل الحركه دي، اياك تعمل الحركه دي، لان الحركه دي بتبوظ تروس، بتكسر التروس. تمام، انا قلت لكم دلوقتي ان في الفيديو ده ان في اللي احنا بنظبط الوقت ان انت بتخليه بتقعد تلف لفه دي كده، وبعد الساعه 12 بتعرف اذا كانت التاريخ هيتحرك ولا لا. طب افرض الساعه كانت الساعه 11 وليكن الساعه 11 نخليها هنا الساعه 11 الساعه 11 اهي، ثواني نخليها كده الساعه 11. بصوا كده عند رقم 14 اللي بيحصل فيها، بصوا عند 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 بصوا على التاريخ، بصوا بعد ما حاول الساعه 14، بص بص ايه اللي حصل. الساعه 14 دي قصدي التاريخ 14 ده، انا خليها تشتغل عادي. التاريخ 14 ده دلوقتي هو في مرحله التحرك او الزحزحه، يعني اول ما 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 العقرب بتاع الدقايق ده يلف لفه كده كامله، يعني يلف بعد الساعه 12، العقرب ده قصدي الترس التاريخ ده هيحول ليوم 15. تمام كده. في بقى ناس بتيجي في الساعه دي بالذات، في الساعه مثلا من 11 ل 12 او من 10 ل 12 يروح جاي مظبط التاريخ. فبص كده لما اجي اظبط التاريخ ايه اللي هيحصل. بصوا تلاقي يوم 15 او 16 مش مظبوط. وكمان انا ثواني نخرجها اكتر، ثواني انا عايز اوريها لكم في ساعه ما تحركش فيها العقرب. بصوا ايوه انا عايز الزحزحه دي بالظبط، ايوه كده. بص شايفين رقم 16 ده اللي هي التاريخ بتاع يوم 16 ده، يوم 16 ده جاي متزحزح على الاخر. فانت دلوقتي لما بتيجي تخرج عشان تظبط التاريخ، بس بكلمك تظبط التاريخ بس، بصوا هي بتيجي على يوم 18. بس في بعض الساعات، اسمع مني، في بعض الساعات بتبقى التاريخ ما بيتحركش، انت تقعد تهري تقعد تلف تلف الاكره تلف الاكره ما بيتحركش، فكده انت بتقعد بتكسر تروس جوه. فاحذر بعد اذنكم اياك تظبط التاريخ من الساعه 9:30 لحد الساعه 12:30. من بعد الساعه 12:30 واحده اظبط التاريخ زي ما انت عايز، لكن ما تظبطش التاريخ من بعد الساعه 9:30، من الساعه 9:30 للساعه 12:30. حرك العقارب لحد ما تعدي الساعه 1، لحد ما توصل للساعه 1، وبعد كده اظبط التاريخ، علشان الحركه دي والله بتكسر تروس وبتبوظ تروس. وفي ناس اشترت ساعات وهي في التوكيل بوظتها، فعشان خاطري ركزوا قوي في الحته دي. يعني الحمد لله عدت هي عندي في الساعه، لكن والله قابلتها ساعات كتير. انا قلت لكم تحذير تحذير تحذير، اياك تعمل الحركه دي. بس كده بس كده يا جماعه، انا حبيت اوريكم ازاي تظبط التاريخ وازاي تعمل الساعه وتظبطها ظبطه كويسه. بس كده. اتمنى لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ولو عجبك قوي او عايز تفيد الناس بيه يا ريت تنشره ما بين اصدقائك. انا والله يا جماعه محتاج دعمكم قوي، عشان اليوتيوب والله كل شويه بخش عن الاناليتكس بتاعته وبشوف التحليلات بتاعته، الاقي كتير قوي من الناس بتتفرج لكن ما بتعملش اشتراك وما بتعملش لايك. فاتمنى بس حضرتك تدعمني وتعمل لايك وتعمل اشتراك. شكرا جدا ليكم يا جماعه. انا اسمي محمد تحسين من قناه سرشاجي. لو لسه اول مره تشوف الفيديو ده يا ريت تتفرج على الفيديوهات اللي هتظهر لك كمان شويه، فيديوهات هتفيدك كتير. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.